فلما انعرض الدكتور أنور الجبرتي وظيفة ثاني عشر لم تكن تعنيني بأكثر لما قال لي أستاذ مساعد، فحنيت لرغبتي الأولى وطموحي الأول أنه أكون أستاذ مساعد في كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة أو في جامعة الملك عبد العزيز، فقبلت. وكان هناك ثلاثة كليات موجودة، كلية العلوم الصحية في أبها، كلية العلوم الصحية في الرياض وكان التركيز عليهما الثنتين، أو كلية العلوم الصحية في الدمام وكانت خيار ثالث ضعيف جدا. أخذت القرار حقي، صدر قراري تعيين الدكتور خليل من مصلحة الثقفي عميد لكلية العلوم الصحية بأبها. أخذت الورقة هذه وذهبت إلى أبها أبحث عن الكلية، لم يكن هناك كلية. أبحث عن موظفين، أعضاء التدريس، يا جماعة قالوا ما في إلا المعهد الآن، هذا موجود المعهد الصحي، فين أجلس أنا؟ كيف أنا أبدأ أشغل؟ باقي لي ثلاثة أشهر وتبدأ الدراسة، وكانت الحمد لله مرحلة الصيف. تحدي كبير، واستطعنا أن نؤمن أعضاء التدريس ويجونا الموظفين، وبدأنا ننسق للمناهج، بدأنا بدعم من الكليات في المنطقة، كلية الطب والمعلمين والعلوم، وبدأوا يجي الطلاب الحمد لله، وبدأنا في الوقت المناسب. يعني تأخرنا أسبوع تقريبا أسبوعين، لكن الحمد لله بدأنا. وكانت فترة عملي في أبها تقريبا 6 سنوات. أيضا اشتغلت وقتها مستشار في وزارة الشؤون البلدية والقروية في المنطقة، وزارة الدفاع والطيران في المنطقة لشؤون البيئة، وكانت أيضا مرحلة ثرية بالإضافة إلى عملي في الكلية كعميد للكلية.